الزمن اللي احنا فيه ده منزوع البركة، وانت اصلا في زمن منزوع البركة وانت بتنزعها من حياتك اكتر بسبب ذنوب الخلوات. ايه اكتر حاجة تخلي ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك جند من جنود البركة؟ تنام عدد ساعات قليل وتقوم فايق، تذاكر عدد ساعات قليل وتخلص كم كبير، تاكل قليل وتشبع، بيوت فيها بركة اللي هي عندها طاعات الخلوات. ياريت كل واحد يسأل نفسه سؤال، لو انت قاعد في مكان لوحدك في بيتكم لوحدك، اول حاجة بتفكر فيها طاعة خفاء ولا ذنب خفاء؟ لو انت بتفكر في ذنب خفاء انت بتلعب في عداد البركة بتاع حياتك. انت اصلا كشخصية بتكون منبوذ من الناس. من خاف الله اخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله اخافه الله من كل شيء. تيجي تمتحن خايف، تحضر الدرس ما فيش نفس. منزوع البركة من حياتك ليه؟ دور على نفسك وانت ماسك تليفونك وانت لوحدك، وبتأمن يمين وشمال، هل حد قاطع انا بعمل ايه ولا لا؟ مش فرقة معاك. على فكرة في حاجة انت مش مدركينها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان مفيش واحد على كوكب الارض من يوم الخليقة الا وربنا هيسأله السؤال ده، اجعلتني اهون الناظرين اليك؟ فاكر ربنا هيسألك يوم كذا ذنب كذا، كل اللي كان فارق معاك ان ابوك وامك مش شايفينك والناس مش عارفينك، وما كانش فارق معاك ان ربنا شايفك. بتعصي ربنا عشان ايه ولا عشان مين؟ عشان حد؟ انت حتى راس ابوك وامك في الوحل عشان خاطر ولد، وانت مزعل ربنا منك عشان خاطر بنت؟ مع انك انت لو مت النهارده ودخلت قبرك هي اول حاجه هتفكر فيها او اول حاجه هيفكر فيها مين البديل. وعود نفسك طالما انت في حياتك عند اي حد ليك بديل انت انسان ملكش سعر. اي حد ليه بديل ملهوش سعر. الحاجة الوحيدة اللي ملهاش بديل هي الخالق. فاوعى تخسر ربنا عشان اي حاجة. هتتنزع منك البركة. لو اتنزعت منك البركة هتفضل تشتكي زي كتير منكم بيشتكي. تبقى انسان منزوع البركة. دي واحد. اتنين.